بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد رئيس مجلس العلم المحلي، السادة أعضاء الهيئة القضائية، السادة نواب ومستشار الإقليم في البرلمان، السيدات والسادة أعضاء الهيئة الإقليمية للتنمية البشرية، السادة رجال السلطة المدنية والعسكرية، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة رؤساء الغرف المهنية، السادة رؤساء الجماعات الحضرية والقروية، السادة ممثلي وسائل الإعلام، السادة رؤساء الجمعيات والتعاونيات وشركات الأشخاص شركاء المبادرة، السادة منسقو فرق التنشيط، السادة أعضاء اللجنة المنظمة للمعرض الإقليمي للمنتوجات المجالية والمحلية، الحضور الكريم. يشرفني في البداية أن أرحب بالحضور الكريم على تلبية الدعوة للمشاركة في هذا اليوم المبارك الذي نخلد فيه الذكرى الثامنة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره في خطابه السامي بتاريخ 18 مايو 2005 التي أصبحت تجربة رائدة على المستوى الإفريقي والعالمي في مجال التنمية البشرية. الحضور الكريم، إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي جعلت من العنصر البشري المحرك والركيزة الأساسية في الاستراتيجية التنموية الاجتماعية الاقتصادية الثقافية والبيئية مكنت من إرساء مجموعة من المفاهيم الجديدة والقيم والمبادئ المثلى التي ارتكزت عليها والمتمثلة أساساً في الكرامة، الثقة، المشاركة، الشفافية، الاستمرارية، القرب، التشاور، الشراكة، التعاقد والحكم الجيد، إلى جانب خلق جو من الانخراط الفردي والجماعي والمؤسساتي للشرائح المجتمعية المعبأة في إطار هذا الورش الملكي الكبير والنبيل، والتي تجسدت على مستوى العمل بإحداث أجهزة للحكمة على الصعيد المركزي والجهوي والمحلي، الأمر الذي يدل على مدى أهميتها ومقاربتها ودقة نهجها ونجاعة آلياتها في المساهمة في الحد من العجز الاجتماعي ومحاربة الفقر والإقصاء والهشاشة سواء في الوسط الحضري أو القروي. حضرة السيدة والسادة، يندرج هذا اللقاء التواصل في إطار سلسلة اللقاءات المنتظمة التي دابت الهيئة الإقليمية للتنمية البشرية بتازة على تنظيمها تخليدا لذكرى انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تماشيا مع توجهات واستراتيجيات عمل التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من أجل الوقوف على ما تم قطعه من أشواط لبلورة الأهداف النبيلة لهذا الورش الملكي الكبير وتقييم حصيلة الإنجازات والمكتسبات بهدف تحديد أنجح السبل الكفيلة لضمان استمراريتها وتطورها حسب توجهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره المضمنة في خطابه السامي بتاريخ 18 مايو 2005، بحيث أن تكون ورشا طموحا يلتف حوله رعاياه الأوفياء من جميع ربوع المملكة المغربية، حيث قال حفظه الله: وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية شمولية تشكل قوام مشروعنا المجتمعي المرتكز على مبادئ الديمقراطية السياسية والفعالية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي والعمل والاجتهاد وتمكين كل مواطن من الاستثمار الأمثل لمؤهلاته وقدراته. انتهى كلام صاحب الجلالة. الحضور الكريم، لقد شهد إقليم تازة إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية التي تهدف إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل، تحسين وضعية الولوج إلى الخدمات والتجهيزات الأساسية، والتنشيط السوسيوثقافي والرياضي، وتعزيز القدرات المحلية والحكامة الجيدة. وفي هذا الإطار، فإن حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم جد إيجابية وهامة، حيث تمكنت من معالجة مجموعة من التحديات الاجتماعية
وفقاً لهندسة اجتماعية مبنية على التشخيص المعمق بالحاجية الأساسية للفئة المستهدفة، وكذا المكاسب التي حققها هذا الورش الملكي الطموح، والواعد على مستوى ترسيخ قيم مجتمعية مبنية على التضامن والتكافل الاجتماعيين من خلال العمل على مقاومة التفاوتات المجالية والطبقية والحد من تفاقم المعضلة الاجتماعية. وللإشارة، قد عرفت وتيرة اقتراح وإنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ارتفاعاً ملحوظاً يترجم عدد المشاريع الذي انطلق ب 11 مشروع سنة 2005 بمبلغ 2.5 مليون درهم ضمن البرنامج الاستعجالي، ليصل الآن إلى 596 مشروعاً سنة 2012 في إطار البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المعتمدة على مستوى هذا الإقليم، حيث بلغ حجم الاستثمار المالي لهذه المشاريع 266 مليون درهم. ساهم فيها صندوق المبادرة بمبلغ 194 مليون فاصلة 7، أي بنسبة 73%، فيما ساهم باقي الشركاء بمبلغ 91.4 مليون درهم بنسبة 27%. واستفاد من هذه المشاريع حوالي 440 ألف مستفيدة ومستفيدة، وذلك في إطار شراكات مع كل المجالس المنتخبة والمصالح الخارجية والناسج الجمعوي والتعاون الإقليمي، وتهم هذه المشاريع البرامج التالية: برنامج محاربة فقد الوسائل القروية يستهدف 15 جامعة قروية، تم برمجة وإنتاج 190 مشروعاً بكلفة إجمالية بلغت 73.6 مليون درهم. ساهم صندوق المبادرة ب 250.7 مليون درهم بفائدة حوالي 40,000 مستفيد ومستفيدة. تم التأسيس لدعم الولوج للتجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية والأنشطة المثيرة للدخل. برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري يستهدف 6 أحياء حضرية بمدينة تازة وتهلة، تمت برمجة وإنجاز 55 مشروعاً بتكلفة إجمالية ناهزت 40 مليون درهم. ساهم صندوق المبادرة بإبلاغ 34 مليون درهم بفائدة 51,000 مستفيد ومستفيدة. تمت كذلك دعم الولوج إلى التجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية والأنشطة المثيرة للدخل. برنامج محاربة الهشاشة والتهميش يستهدف هذا البرنامج مجموعة من الفئات الاجتماعية في وضعية صعبة، حيث تمت برمجة وإنجاز 56 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 45.6 مليون درهم. ساهم صندوق المبادرة بمبلغ 35.4 مليون درهم، قد همت بناء وتهيئة مراكز استقبال، التكوين وتقوية الكفاءات، ودعم الجمعيات التي تتولى تسيير مراكز استقبال المحدثة في إطار هذا البرنامج. البرنامج الرابع والبرنامج الأفقي، ويعتمد هذا البرنامج على مستوى طلب المشاريع، حيث تمت برمجة وإنجاز 294 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 97.6 مليون درهم. ساهم صندوق المبادرة بمبلغ 66.4 مليون درهم، قد همت المشاريع المثيرة للدخل، دعم الولوج للتجهيزات والخدمات الأساسية، دعم التنشيط الثقافي والاجتماعي والرياضي. حضرة السيدة السادة، عرفت المرحلة الثانية من عمر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعبئة موارد مهمة وتوسيع قاعدة استهداف المجالي والفئوي مع رصد إمكانية مالية هامة خصوصا لفائدة العالم القروي، الذي عرف إضافة برنامج خامس يهم التأهيل الترابي ويستهدف 22 إقليما على المستوى الوطني المتسمة بصعوبة تضاريسها وعورة مسالكها، ومن ضمن إقليم تازة الذي استفاد من الغلاف المالي قدره 450 مليون درهم خلال فترة 2011-2015، موزعة بين قطاعات الماء، ساحل الشرق، الكهرباء، الطرق والمسالك، التعليم والصحة. وللإشارة كذلك في أن جميع العمليات المحاسباتية المرتبطة بتنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم تازة تمت المصادقة عليها من طرف لجنة الافتحاص التابعة للمفتشية العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وهذا دليل على مدى جدية العمل والتحلي بالمواطنة السارقة والحق التي تتحلى بها.